أيها الحظ الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، أينما كنت مجدد لكم التحية مرة ثانية مع هذه الانطلاقات المستمرة التي تأتينا تباعا وتسجل حضورها في هذا المهرجان الرمضاني الكبير. الشوط ينطلق بأوامر من اللجنة المنظمة في هذا الميدان ليجدد روح القوة والنشاط لدى الأخوة ملاك هذه الهجن. الشوط فيه ما فيه من تحدي وفيه ما فيه من إثارة، فيه تقريبا 42 بكرة دونا عندنا في هذا الكشف. نحن نرحب بهذه الشعارات لما في ذلك من عزم وإصرار على التحدي وعلى الناموس، وأشوف يعني سيل جارف قادم إلى هذا التحدي. نتابع المقدمة ونفتتح إذاعتنا معز محمد بن سعيد بن محمد النعيمي الذي يقدم معزة في هذه الجولة. أما المركز الثاني مشهورة مسلم بالزفل بن مسلم العامري الذي يدفع بمنصورة في هذه الجولة. المركز الثالث شواهين خالد بن مطر الطنيجي أيضا يتواجد في هذا الشوط. إذا تكلمنا على المركز الرابع نلقى الشهرية محمد بن عبد الله بن أحمد الفلاسي، ونقلتنا التالية على المركز الخامس وخامس المراكز الضبي حمد بن فاضل بن سعيد الاجتبي. أما المركز السادس أيضا يا شامة في هذا الشوط، وعندها أيضا نوايا وعندها هجمة قوية بشعار أحمد بن علي أبو نواس عملاق العوير يتكلم بلغة التهديد. ناخذ المركز السابع وسابع المراكز. المركز السابع ضجة مطر بن عبد الله بن مطر المسافري. إذا انتقلنا إلى المركز الثامن نلقى المركز الثامن فهنا الوصول من براق احمد بن خليفه بن رشيد. والمركز التاسع الطياره سالم بن مبارك بالحطم العامري. والمركز العاشر نعم هناك نابت بن سلطان بن رشيد. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل للعشره المراكز الاولى. ونعود مره ثانيه، نعود الى الحدث ونتابع الحدث، نتابع المقدمة، نتابع معزة وهي الدير الشوط إدارة حكيمة وصحيحة. محمد بن سعيد بن محمد النعيمي من يقدم معزة في هذه الجولة إلى المركز الأول، يدافع عن المركز الأول بنواس واصل مع الشاهينية أحمد بن علي بنواس على المركز الثاني. المركز الثالث فهنا الوصول أيضا من قبل شعلة عبد الله بن سيف الزيتون المهيري من شعل هذا الشوط، شعل زمام الركض نار. من الجانب الآخر أيضا هناك هجوم من قبل براقة صالح بن خادم بن صالح الزرعي يقدم براقة في هذه المعركة، هذه المعركة الكبيرة. الزرعي إلى الأمام، الزرعي يتقدم ويتجاوز الخطوط والشعارات الحمر ليعلن وجوده في هذا الشوط. أما المركز الرابع الطيارة سالم بن مبارك بالحطم العامري ووصلوا أهل الطلايب، وصلوا أهل الطلايب، الكل هاجم والكل مندفع. ناخذ المركز عواصف، يا سلام عواصف واصل ايضا في هذه الجولة. ابو احمد نشوف الشاهينية سهيل بن غانم بن حميد النعيمي على المركز الخامس والمركز السادس. نحن ما نضيع بواحد ونهنيه بمركز الا ينخطب عن المركز الاول، ولكن لنا عودة مرة ثانية، لنا عودة الى المقدمة مع معزة اللي ما زالت يعني ماخذ الميدان عرض وطول، ماخذ الميدان بهذا النشاط وبهذا الاداء للسيد محمد بن سعيد بن محمد النعيمي. اما المركز الثاني براقة صالح بن خالد دم صالح الزرعي على المركز الثاني. والمركز الثالث مشهورة مسلم بن الزفنة بن مسلم العامري. الله محمد واصل، محمد بالعوضي، محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي، وسهيل بن غانم بن حميد النعيمي مع الشاهينية، مع الشاهينية. ولكن معزة، معزة ما زالت في المعزة وما زالت في الإدارة وما زالت في السيادة. نهني محمد بن سعيد بن محمد النعيمي المركز الثاني براقة، المركز الثاني براقة صالح بن خادم بن صالح الزرعي، والمركز الثالث كان من نصيب الطيارة سالم بن مبارك بالحطم العامري. والمركز الرابع مخيفة ناصر بن بطحان بن سلطان المنصوري. والمركز الخامس
المركز الخامس زعفران علي بن سلطان بن علي الاجتبي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل للخمسة المراكز الأولى. نعود بأحلى التهاني والناموس لراعي معزة محمد بن سعيد بن محمد النعيمي، والتوقيت الزمني 4:39.09 من الثانية. تهانينا وألف ألف مبروك. أما اللي وصلت في المركز الثاني المركز الثاني كان الوصول من قبل شاهينية مبارك بن راهد بن علي الشامسي بتوقيت زمني 4:40 و4 ثواني. تهانينا والناموس. المركز الثالث كان من نصيب الشاهينية سهيل بن غانم بن حميد النعيمي ب4:41 وفاء وكمال وتماما. تهانينا والناموس.